طيب استاذ جمال، دكتور جندي، لنتابع بعض الاراء التي حصلت عليها الزميله ضحى الزهيري من هذه الاحتجاجات والمظاهرات بالقرب من السفاره الامريكيه، لنتعرف على ما يقوله الناس في الشارع عن رد الفعل المصري على هذه الاساءات. معكم من قلب الاشتباكات في محيط السفارة الأمريكية ومحيط جامع عمر مكرم أيضا. كما تعلمون الاشتباكات مستمرة منذ الأمس بسبب الفيلم المسيء للرسول. الاشتباكات كانت قد وصلت حتى حدود سور السفارة الأمريكية. الأمن في محاولة لإبعاد المتظاهرين إلى ميدان التحرير، هو كسب أرضية جديدة أيضا ودخل في اقترب من الآن يدفع بالقنابل المسيلة للدموع بكميات كبيرة في اتجاه ميدان التحرير لإبعاد المتظاهرين. هكذا هو الحال منذ الأمس، لم يتغير كثيرا، فقط الأمن يتقدم كما ترون هنا في الشاشة في اتجاه مجمع التحرير وفي اتجاه ميدان التحرير أيضا. القنابل المسيلة للدموع تلقى بكثافة من جانب الأمن حتى يردها ويردها المتظاهرون الناحية الأخرى. الجديد في المشهد أن هناك سيارات إسعاف وصلت تقف بالقرب من الأمن، تقف سيارة أو اثنين من الإسعاف أراهم من بعيد. هناك من يقول أن الألتراس جم، ولكن سنتحقق إذا كان هؤلاء تابعين للألتراس، لأنه كما قلت في رسائل سابقة أن هناك من يرتدون تيشيرتات خاصة بالألتراس، ولكن لما سألناهم هم لا يتبعون إلى الألتراس حتى الآن. لا نعلم من هم في محيط السفارة وحوالين ميدان التحرير ومحيط المسجد إلى من يتبعون. لا توجد هتافات تقول أنهم يتبعون إلى تيارات معينة أو إلى الألتراس أو إلى غيرهم. أنت كنت جوه صح؟ انا لا تبع الاخوان ولا تبع السلفيين ولا تبع شباب 6 ابريل. انا شاب نازل عادي، نازل عشان ادافع عن النبي، نازل عشان انصر النبي، مش لاقي رد من حكومه. انت دلوقتي عندك اشتباكات مع الداخليه، ايه علاقه الداخليه بالموضوع؟ هم الداخليه اللي بيحموا السفاره. المفروض ان الداخليه تسيبك تقتحم السفاره يعني؟ لا، على الاقل كانوا استدوا السفير، كانوا طردوا السفير، انما هم ما عملوش اي حاجه. ودلوقتي الرئيس بتاعنا قاعد في اوروبا رايح يشحت علينا. يعني طب بكره في مليونيه للتعبير عن الغضب، ليه ما انضمتوش لهذه المليونيه بدل الاشتباكات بينكم وبين الامن؟ مش هنستنى. طيب في المشهد الان هناك سياره شرطه، لا ادري من اين اتى بها المتظاهرون. نحن سنحاول ان نتحدث معهم ونرى جابوها منين. الحل الامني يا استاذه مش هينفع. جبتوها منين دي يا جماعه؟ المتظاهرين بيقولوا ان هم خدوا عربية من الشرطة كانت مركونة في ميدان التحرير، زي ما انتم شايفين كده العربية متكسرة وهم داخلين بيها في اتجاه الامن. ربما تتصاعد اذا الامور، لانه في حركات استفزازية ايضا من قبل المتظاهرين لقوات الامن نراها الان. سنعاود الحوار معكم. الحل الامني يا استاذ مش هينفع، الحل الامني مش هينفع معانا. احنا اهم حاجه الحل الامني، بقول لوزاره الداخليه وبقول اللي هو جمال احمد جمال الدين، الحل الامني مش هينفع معانا. احنا ايه اللي جايبك هنا؟ انت ايه اللي جايبك؟ اللي انا معترض على الفيلم ومش عاوز الفيلم يتعرض. جاي ليه عند السفاره الامريكيه؟ بكره في مليونيه. الشعب المصري واي واحد غيور على دينه يجي وينزل. احنا دلوقتي انتوا دلوقتي خدتوا عربيه شرطه، ومن شويه حرقتوا عربيه شرطه، رميتوا عليها مولوتوف، فانتوا جايين جاهزين للاشتباك. لا 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 في يا استاذه، في استنى يا استاذه، بعدين انا هرد عليه. ما ينفعش ترد عليه. انا هرد عليه. الكلام ده غلط طبعا اللي انت بتقوليه ده. سمعت رضي بعد الامريكيه. ايه اللي حصل؟ طيب ايه اللي حصل؟ فعلا ضرب نار. ما تزوقش بس، انا عارف بتكلم معاه ازاي. ما تزوقش. طب ايه اللي بيحصل؟ قول. بص يا ماما، دلوقتي اول حاجه يا ماما، معلش انا اسف بقى، احنا في الشارع. تمام، ثواني يا ابني اسمع. تمام، قالوا حاجه مسيره الرسول صلى الله عليه وسلم ده غلط. تمام، اول حاجه المفترض الاظهر. انا بسال سؤال، انا السؤال الاولاني. استنى اتفضلي يا عم، بيرموا علينا. استنى، انا بسالك سؤال دلوقتي. ارجعوا يا جماعه ورا شويه كده. يا جماعه في ايه؟ في انت اول مره تشوفوا كاميرا؟
انا بسالك سؤال، في مليونيه بكره، ليه ما تتظاهروش بكره وتعبروا عن غضبكم؟ ليه رايحين تشتبكوا مع الامن؟ الحل الامثل والسلمي والصح والعلمي والتطور وفي رقي ان الازهر يقعد يعمل مناظره علميه، خدت بال حضرتك؟ تمام، مناظره علميه ويبتدي يشتغل كويس مع الناس اللي هي اساتذه الرسول صلى الله عليه وسلم، من هنا يقدر يتطابق علميا. تمام، واللي هو مصر على الاساءه والسب والاهانه ده ياخد اصلا القضاء الاسلامي فعلا، بالنسبه له يستحق القضاء الاسلامي. تمام، لان احنا ده كلام جميل. ايه اللي جايبك بقى هنا؟ اللي جايب ان انا معترض على الكلام ده الدول العربيه. يا رسول الله، الا إيه رسول الله. قطت على مناخير. طبعا في عمليات كروفار، انا كمان بجري مع المتظاهرين، كل ما بيتحدف علينا غاز مسيل الدموع كما قلت لكم، في تصاعد الان بسبب هذه السياره. لا بقى امريكا، بسبب هذه السيارة التي استفزت الأمن. طبعا هذه سيارة شرطة تم تدميرها هنا في محيط ميدان التحرير، ودخل بها زقنها المتظاهرين في اتجاه الأمن في الداخل، وبالتالي رد عليهم الأمن بعدة قنابل مسيلة للدموع. نحن معكم من مكان قريب جدا من ميدان التحرير، لأنه القنابل المسيلة للدموع بتدفع بالناس إلى بعيد جدا عن السفاره الامريكيه. اكمل مع حضرتك كلام. الحل اللي هيرضينا ان السفيره الامريكيه مش في مصر. أنا ماشي، ما احنا عاوزين نقطع علاقات، احنا عاوزين نقطع علاقات خالص مع امريكا، مش كل يوم. طيب، وكل شهر. اذا كانت التيارات السياسيه والاحزاب السياسيه وكل الناس اللي مستاءة برضو زيهم زيكم من هذا الفيلم المسيء للرسول، ما جوش هنا هو اللي يعترضوا. انتوا ليه جايين؟ احنا جايين واقفين من اول يوم، ونظموا مليونيه حتى هتبقى بكره. من اول امبارح يا استاذه، من اول امبارح واحنا واقفين وقفه محترمه، في بعض الناس بتندس. لكن الوقفه المحترمه، هل الوقفه المحترمه هي انك تحرق عربيه الشرطه؟ انا والله احنا في ناس، انا بأسف العربيه لسه داخله، انا بأسف مكسره، انا بأسف، ودي هتتجدد بفلوس الراجل دون، وفلوس الراجل دون، وفلوس الموظف. بتتجدد بفلوسنا يا استاذه، الفلوس دي من موظف حضرتك بيتخصم منك ضرائب وانت بتاخد مرتبك، وانا بيتخصم مني ضرائب، دي هتتجدد من. انا بقول للشباب ان الموضوع ده لازم زي ما انتم شايفين اهو في الصوره، في حاضر زي ما انتم شايفين في الصوره، في قنابل مسيله للدموع تلقى على الامن. رجع شويه سياره الامن تتقدم قليلا في اتجاه ميدان التحرير. فين محمد مرسي؟ الدخان كثيف جدا. خلاص كفايه كده عشان دخان. معلش بعد اذنك حضرتك، شكرا. استنى، افتح عينك. طيب بس ثواني، افتح عينك، اصبر يا اخي. لا انا عايز اتكلم. استنى بس ثواني، معلش سيبك من الكلام دلوقتي، افتح عينك. ده يا ملح، اتكلم. انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا اولا انا داعيه اسلامي. انا النهارده هنا عشان اهانه النبي واهانه الرسول. بس انت بتضرب في الشرطه والشرطه بتضرب فيك، ايه علاقه ده بالاسلام؟ انا ما بضربش في الشرطه، الشرطه هي اللي احتكت بينا واحنا موجودين امام السفاره. وانتوا ايه اللي موديكوا عند السفاره؟ عايزين رد فعل، عايزين مرسي يتكلم، يروح يطرد لنا السفيره. السفيره مش موجوده في مصر. لا موجوده في مصر. لا مش موجوده. موجودة والله مش مصر. ما احنا بنقول لك عايزين رد فعل. مرسي ساب البلد وخد بعضه ومشي، ساب البلد. في مليونية بكرة هتشاركوا في هذه المليونية. حضرتك ليه أمريكا بتطالب بالديمقراطية وهي ما عندهاش ديمقراطية أصلا؟ يا أستاذ، ليه حضرتك؟ اتفضلي. أنتوا دلوقتي جايين جاهزين بالمولوتوف؟ لا ما فيش مولوتوف يا فندم، ما فيش أي حاجة. في مولوتوف اترمى على الأمن دلوقتي. اللي بيرميه حضرتك؟ هم اللي بيرموه علينا، احنا متظاهرين سلميين. لا، الأمن بيرمي عليكم قنابل مسيلة للدموع، أنتوا بترموا عليهم مولوتوف. سلميين ما بنرميش حاجه حضرتك، بس هم اللي بيحاولوا ان هم يوصلوا الشعب المصري ان هو شعب ارهابي. هي امريكا اللي صنعت الارهاب حضرتك. لو امريكا فعلا بجد دوله ديمقراطيه تقدم اعتذار رسمي للعالم الاسلامي كله. هناك عربيه امن ولعت دلوقتي. حضرتك محمد مرسي شايف فين الاخوان الشباب؟ استاذ ضحى، احنا ضد اللي بيحصل ده، احنا جايين. في عربيه امن الان تم احراقها من قبل المتظاهرين في منطقه قريبه جدا من المنطقه اللي بيقف فيها الامن، وهي امام مسجد عمر مكرم كما ترون في الصوره. الدخان الكثيف يتصاعد من هذه السياره. الشباب ماتت والمتظاهرين من حولي معهم كلهم. نحن الان نقترب مره اخرى
الى الاشتباكات، والامن استغل وجود الدخان الكثيف ليتقدم سيرا على الاقدام في اتجاه ميدان التحرير. حتى الان المشهد لم يتغير كثيرا. عايزين ندافع عن الرسول، الرسول الاسلام.